صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. فيديو سريع جدا هشرح فيه حاجة معينة، وهسيبكم مع فيديو تاني انا عامله عن كوميديا ومسخرة الناس اللي بيدخلوا على بي دي اس ام، وهنخلص كده بسرعة في الموضوع اللي هتكلمه عشان الدنيا حر وقافل المروحة ومش هقدر اقعد بهدومي كتير. انت دلوقتي واحدة متجوزة او مرتبطة بواحد، وفي خلال ارتباطك بيه اكتشفت انك خاضعة او عندك ميول للخضوع وفي نص العلاقة، فهتتصرفي ازاي؟ ممكن يكون الموضوع بسيط، مش اكيد، لكن ممكن يكون الموضوع بسيط انك تكلميه وتقولي له تعال نجرب كذا، جرب معايا مثلا نعمل كده، والله الموضوع عجبه كان بيها تقعدي معاه تفهميه انك بتحبي كذا كذا كذا. ولو انت عندك الميول دي بشكل كبير، يعني كنت مولودة بيها ومكنتش واخدة بالك منها الا في الفترة اللي هي بعد ما ارتبطتي، فتفهمي انك مش هتقدري تستمتعي بالعلاقة من غير الموضوع ده، العلاقة الحياتية يعني العيشة نفسها مش العلاقة. وبرضو يعني كله على بعض، ماشي، كله على بعض، انت حابة تعيشي بالطريقة دي وحابة تكملي بالطريقة دي، ومفيش راجل على وجه الارض مش هيحب يستخدم الطريقة دي في حياته لعلمكم، الا لو راجل خاضع، راجل خاضع او راجل مش تمام، هو عايز يعمل اللي عليه كده وخلاص، يعني ايه يلا بينا يخلص على السرير وينزل يقعد على القهوه مع اصحابه، عامل نفسه طول اليوم في الشغل وعايز يرجع ينام. انتوا فاهمين النوعيات القذره دي اللي محسوبه علينا بالعافيه كده، معلش الجرام ولا اني التكييف فتسمعوا زن. فالموضوع بسيط، تقعدي تتكلمي معاه تتفاهمي معاه عايزين نجرب كذا، فبس هتقعدي تتناقشي معاه تقولي له انك حاسه انك محتاجه حابه تتعاملي بالطريقه الفلانيه وهكذا، يعني الموضوع بيجي بسلاسه مش اكتر، وتحاولوا تجربوا مع بعض حاجات جديده يعني في العلاقه، بس ما فيش اكتر من كده، واسيبكم مع باقي الفيديو. Hasta luego, hasta luego.
بتتابع عليك، أنا بتتابع عليك. بيولعوا الورق يا بت، استعدوا للي جاي وحضروا حاجه جنبكم عشان هترجعوا فيها، وانا هنداري الاسم والوش طبعا عشان احنا مش بتوع فضايح وكلام فاضي. اشوفكم المرة الجاية.